تلفزيون سامسونج قاطع باور، الليد قاطع. هبدا افك التلفزيون واشوف الوضع ايه من جوه. هبدأ أقيس فولتيات التلفزيون الداخل على المكشف الكبير، مكشف الباور، بقيت باللمبة الفولت موجود، وعلى خارج باور اللاين مفيش أي فولت، على مكشف 110 مفيش أي فولت. أقيس بالأفو الفولت على المكشف الكبير موجود 265 فولت، وعلى مكشف باور اللاين تغذية اللاين مفيش أي فولت. هفصل الكهرباء خالص وأشوف الشحنة على المكشف الكبير. الشحنة موجودة وفدتها. هقيس بعض القياسات باور اللاين، ممكن يكون عامل قفلة. هقيس الأول باور اللاين بيديني مقفل، في قفلة في ترانزستور باور اللاين. أفك مكانه خالص. ترانزستور باور لاين 24.99، رئيسه بعد ما فكيت الترانزستور من مكانه رئيس الوحدة. بقيس مقفل في كل الاتجاهات، بيقيس معايا مقفل. قبل ما اركب ترانزستور جديد هقيس الفولت على باور اللاين. بعد ما فصلت باور اللاين مكانه هشوف الفولت على مكشف 110 فولت، اعطيني 128 فولت، فولت موجود، وعلى باور اللاين موجود 128 فولت موجود. وهقيس بلمبة الاختبار الفولت على مكشف 110 موجود الفولت، وعلى باور اللاين الفولت موجود. هبدا اركب ترانزستور لاين جديد. ترانزستور لاين اللي هركبه دي 25.99،
بعد ما ركبت ترانزستور اونلاين هبدأ اشغل التلفزيون وشوف الوضع ايه. وصل ليد نور معاه تمام، لمبة الشرية بتطلع وتنزل، بتعلى بتوطى، هقفل تاني كده. قفلت التلفزيون بعد ما ركبت ترانزستور اونلاين، هشغل لمبة الشرية بتطلع وتنزل، في مشكلة في التلفزيون، هفصل هفك اليوك من مكانه وهشغل بدون اليوك. شغل لمبة الشرية تمام، مفيش فيها أي مشاكل. التلفزيون اشتغل وعامل نقطة نقطة في نص الشاشة، هذه النقطة علشان اليوك مفصول. لمبة الشرية شغالة، دليل على ان التلفزيون شغال وكل حاجة شغالة تمام ما عدا اليوك مفتول من مكانه. هقفل هفك اليوك خالص من مكانه، قبل ما افك اليوك اعلم علشان احدد الاتجاه بالظبط، واليوك القديم اعلم علامة عشان احدد الاتجاه، هيسهل معاه في التركيب. وهذا اليوك كمان، افك اليوك من مكانه ونشوف ايه المشكلة. اليوك واضح ملفات الاوريجينتال متفحمة، دليل على تلف باور لاين القديم، باور لاين القديم اللي انا فكيته سبب ضرب باور لاين. اليوك فيه مشكلة، ملفات متفحمة، كل اللي اعمله هجيب يوكو تاني بنفس المواصفات. اليوك القديم، اليوك الجديد جايبه خلع من تلفزيون تاني، نفس القديم. أتأكد نفس المواصفات، اشغل بعد ما ركبت اليوك الجديد، اشغل التلفزيون اشتغل معاه تمام زي الفل.
يحصل كهرباء 220 مباشر، التلفزيون يشتغل زي الفل. هبدأ أظبط اليوك، بعد ما ظبطت اليوك شغل التلفزيون. كل ده في مقابل ان اعيش لحظه معاك من بتوع زمان. برافو، حقيقي برافو. مش لاقي كلام يوصف اللي انتوا عملتوه، ابهرتوني. شغال زي الفل. ميرسي قوي يا فارس. تسكير لو سمحت، ما تحرجنيش اكتر من كده. الفرصه لسه قدامك يا فارس. ازاي يا مدام؟ عايزاني اروح اسلم نفسي؟ اعترف بجريمه ما عملتهاش؟ وبعد كده تتجوزي الباشا وتعيشي في طبيعته نبات، ولا هتكوني عايزاني اهرب معاكي انا وانتي ومرام زي ما قلتي لي وانتي بتزوريني في السجن، ونطلع على بلاد بره وندي الباشا صابونه؟ طيب انا راجل ما بحبش ولا اللاين ولا الغش. واليوم هقول لك على نصيحه نتفحم. انت ممكن تثقي في قتال قتلة، تأمني على نفسك وعلى بنتك، بس هو كمان ممكن يخونك مع واحده عسل. مثلا لميس غنام مثلا. حطي نفسك مكاني دلوقتي، حاولي تفكري بالعقل زي ما بحاول اعمل. لو دلوقتي صحيح انت ما حاولتيش تقتليه، هو هيقول الكلام ده ليه؟ عشان كده طلبت من حضرتك تواجهني بيه. ايوه، وايه الاستفاده من ان انتوا تواجهوا بعض انتوا الاثنين؟ أنا ما بكدبش عليكي،